أعزائي المشاهدين، مساء الخير. اليوم حابة أعلمكم طريقة السمبوسك بالطريقة الهندية، وإن شاء الله بتجربوها لأنها كتير 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 طيبة. خلينا سوا نتعرف على المقادير. عندي حبتين بطاطا مسلوقين، هلأ طبعا رح أهرسهم هرس، 4 بيضات مسلوقة، بصلة مفرومة ناعم، معلقة من الكمون الحب، ومعلقة من اليانسون الحب، ومعلقة من الخردل الحب. عندي 1/2 معلقة صغيرة من الكاري باودر، وعندي تقريبا 10 حبات ورق الكاري هذا، وعندي 2 معلقة من الكزبرة الخضراء المفرومة ناعم. كتير ضروري نرتب خطوات العمل قبل ما نبلش في طبختنا أو في وصفتنا لأي كانت نوع الطبخة، هيك بسهل علينا إحنا التطبيق المباشر لكل شيء. أول شيء إحنا قلنا بدنا نقطع البطاطا وبدي أهرسها. بستخدم أنا الماشر هاي اللي هي من تحت زي ما أنتم شايفين، زي المنخل ستينلس ستيل. بحط البطاطا من جوا وبعدين بضغط عليها وبتنزل لي مهروسة وجاهزة. بالنسبة للبيض كمان بدي أقطعه بقطاعة البيض لأرباع متساوية عشان يسهل وضعها في داخل حبة السبرينج رولز. ما بعرف أنا قلت عن الرقائق اللي رح نستخدمها، طبعا متوفرة في كل السوبر ماركتس بكل الأنواع وكل الأحجام. بالنسبة إلي اليوم رح أستخدم السبرينج رولز تاع الكرامة، وإن شاء الله بتشوفوا بعد في مرحلته النهائية. هيك عندي بيكون شكل البطاطا بعد ما هرستها، وهي البيض بعد ما قطعته أرباع، وهلأ بنكون جاهزين لطريقة تطبيق الوصفة كاملة. بدي أقولكم هلأ، طبعا أنا ما اتطرقتش لا للملح ولا للفلفل الأسود، لأنه هذا بيجي على حسب التيست تاعكم، حسب الذوق تبعكم. بتضيفوا الملح قد ما بدك، وإذا بدك فلفل أسود أوكي، وإذا ما بدك كمان أوكي. الفكرة لأنه في كاري باودر فمش لازم نحط فلفل أسود مع الوصفة. منحضر الزيت هلأ، 2 معلقة زيت، ومنبلش على طبختنا، وهيا إلى التطبيق. هلأ بدنا نيجي لمرحلة التطبيق. زي ما قلنا لكم بجيب طنجرة وبحطها على النار، وبضيف إلها 2 معلقة من الزيت، وبخلي الزيت يحمى شوي، وبعدين بضيف إله البصل الناعم، وبستمر إني أضل أقليه لحد ما يدبل بالطريقة اللي رح تشوفوها هلأ. لسه مش حامي زيتي. استنى عليه شوي. قلبنا كل البصلات بالزيت. شايفين هي بلشت البصل تدبل، وعبين ما تدبل البصل بضيف السبايسز اللي كلها اللي انا حاططها. خلينا نبلش اشي اشي. اول اشي بنضيف الخردل، وبعدين الكمون الحار، وبعدين اليانسون، وورق الكاري، كاري باودر، ومنبلش نحرك الخليط كله سوا مع بعض عشان يتجانس الخليط وتتدبل البصلة بنكهة كل البهارات سوا. نتركها تقريبا 5 دقايق عبين ما تدبل البصلة تماما، وبعدين نضيف عليها اخر خطوة الكزبرة.
هلا بفرجيكم بعد 5 دقائق كيف ممكن يكون الوضع. تقريبا وصلت، شايفين كيف البصل اتحمرت شوي والخليط تقريبا مش مزيد كثير، لاني انا ما بحب احط كثير زيت على فكره على الاكل، صحيا افضل. هلا بهاي الاثناء بضيف الكزبره كمرحله نهائيه. هاي الكزبره معلقتين كبار تعون الناكل فيهم الرز. اوكي، لما اضيف الكزبره بطفي الغاز، ما بخليها تتحمر كثير عشان تستمر او تضل النكهه موجوده مع الخلطة هاي او الحمسة هاي مع بعض. بجيب الحمسة هاي وبخلطها كلها مع البطاطا وبتكون جاهزة الحشوة للسبرينج رولز. وخلينا نشوف الخطوة التالية كيف رح تصير. هلا احنا ضفت البصل والحمسة كلها على البطاطا المهروسة، بضيف عليها هلا الملح قد ما انا بحب، تقريبا معلقة صغيرة، وببدأ اخلط في الخليط كله سوا ليتجانس البصل مع البهارات مع الملح مع كل شيء قبل ما أبدأ طبعا في حشوها في داخل السبرينج رولز. وهيك راح يكون عندي الشكل النهائي للحشوة. شوفوا ما أحلى شكلها، إن شاء الله تكون مبينة على الشاشة منيح، وريحتها كتير حلوة. هلا في ناس بحبوا يضيفوا خلينا نقول الفلفل الاحمر المجروش على هاي على اساس تعطي شوي من الحار، او بتقطعوا فلفل اخضر صغير من الحار برضو بتخلطوها معه. بس اللي عندهم اولاد صغار ما اعتقد انه بتكون مناسبه لهم، لانه اصلا الكاري باودر فيه نكهه بسيطه من الحر او الحد تاعها. فهلا العجينة جاهزة والخلطة جاهزة، خلينا نشوف سوا كيف بدنا نلف الرولز، وبعدين المرحلة النهائية كيف بدنا نقليهم ونقدمهم في كسحور أو طبق جانبي مع الفطور، وإن شاء الله بتكون الأمور تمام. هلا بدنا نيجي لطريقة الحشي للسبرينج رولز. السبرينج رولز اللي أنا شريتهم على شكل مربع، اول اشي بعمله عشان ما يدخل الزيت كتير على البطاطا، بعمل هذا المثلث من نفس العجين، وبجيب شوي من البطاطا وبحطها بالطريقة اللي انا بدي اياها. اوكي، رح اعمل اشياء جزء منها ببيض والجزء الثاني مش بالبيض. هلا بغلقها بالطريقة هاي وعلى الطريقة الثانية وبلفها كأنها رول. لما أوصل للمرحلة اللي من هون بكون مجهزة أنا شوية مي مع طحين، بحركهم وبحط على الأطراف شوي عشان تلتصق وما تفتح معاي بأثناء القلي. بتكون عندي بالطريقة هاي. اوكي، رح نلف كمان واحدة ونحط فيها البيض عشان تشوفوا كيف. نفس الطريقة بنعمل المثلث وبخليها طبعا شوي مرحرحة، وبجيب ربع البيضة اللي انا عملتها وبحطها بالطريقة هاي. بسكر وبلف. المرحلة النهائية زي ما قلنا بنحط شوية الطحين وبسكرها تماما وبتأكد انها مش رح تفتح بالطريقة ومنصفتها. هلا بنحمي الزيت وبنيجي بنقلي كل السبرينج رولز اللي احنا عملناهم. طبعا بيكون الزيت حامي ومنبلش نحط واحدة واحدة.
طبعا سبرينج رولز بدي اقول لكم انه ما بياخذ كثير قلي على الوقت، ما بياخذ وقت كثير على طول بنقلبهم. شوفوا طبعا انا عم بصور بايد يا جماعه وعم بطبخ بايد الثانيه، فاعذروني عن اذا مش مبين الشغلات قدامكم تماما. طبعا بدهم كثير ملاحظه. بنكون مجهزين طبعا صحن فيه محارم عشان اول ما تتحمر من جميع النواحي بقلب بحطهم على ورق المحارم على اساس او بمصفاي على اساس ينزل منهم الزيت قبل التقديم. خليني انا بس هلا اخلص قلي وبرجع بفرجيكم كيف بتكون الصوره النهائيه. وهذا هو الشكل النهائي للسبرينج رولز الهندي اللي عملناه اليوم. طبعا ضايل عليه الخطوه الاخيره اللي انا بزينهم عاده بالجزر، خيوط الجزر الرقيقه، وبقدم معاهم صوص. عندي كاتشب وعندي باربيكيو صوص وعندي سويت اند ساور صوص، بيعتمد على كل واحد وذوقه ايش بحبه. انا بدي اقول لكم شغله انه رقائق الكرامه اللي عملناها السبرينج رولز العشرين حبه بالضبط المقادير اللي انا حطيتها تماما، حبتين البطاطا والمقادير كلها بتكفي للعشرين حبة تماما. فالبيض بجوز لو انه ننقص بيضة بيكون افضل. ان شاء الله بتجربوها وبستنى تعليقاتكم واللايكس والسبسكرايبس، وانا ممنونة لكم لوقتكم بالمشاهدة. صحتين والف عافية. رولا يوميز.